كيف جريتي هذه السباقه ملكه؟ الحمد لله المشاركه ديالي كانت في المستوى والانجاز الحمد لله بالنسبه لي انجاز كبير، اللي هو كنت كنتمنى انني بالاستعدادات ديالي كان الانجاز يكون احسن، كنت غنكون من ثلاثه الاوائل على الاستعدادات ديالي لانني مختصر 800 متر في الامتار الاخيره، غتكون عندي حدود كثيره في 100 متر انني بالنسبه للسرعه النهائيه، ولكن خلينا نحط شويه في الامتار الاخيره تعطلت في 200 متر الاخرى وكما تمكنت من الرتبه الخامسه، ولكن الحمد لله كان انجاز رقم شخصي بالنسبه لي السنه والحمد لله. بالنسبه لي يعني الملتقيات المقبله شكون هو البروغرام ديال الملكه حتى بطوله العالم اللي في لندن؟ ان شاء الله كما تشوفوا هو الاستعدادات ديالنا كانت بمدينه افران لبطوله العالم، واول مشاركه لنا دابا انه في هذا الملتقى بدينا نشوفوا الاستعدادات ديالنا فين تتواصل، وثاني حاجه المشاركه ديالنا في الالعاب الفرنكوفونيه في مدينه الكوت ديفوار ان شاء الله تنتمنوا حتى هي تكون بالنسبه لنا حتى هي انجاز مزيان للمغرب ولينا كذلك، وتكون داخله في استعدادات لبطوله العالم باش نكون ان شاء الله متواجدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة اليوم هو أول سباق لي هاد السنة من بعد البليسير اللي كان عندي، والكل كيعرف أن سهام ليلى لي هاد السنة ما شاركتش في الملتقيات، شاركت سوا في الألعاب الإسلامية وكأس العرش، وهذا أول سباق ليا، وخا كانت شوية أنني ما عنديش التكتيك اليوم تاع لا كومبيتيسيون، مي الحمد لله. يعني سهام واش أنتي حققتي لي مينيمال شامبيونا دو موند ولا مازال؟ لا بور أجوردي جي في لو مينيموم شامبيون دي موند. ان شاء الله شكون هي الملتقيات المستقبليه اللي غادي تشارك فيهم في استعداد لبطولات العالم اللي تكون في لندن ان شاء الله؟ بالنسبه للملتقى ما عنديش ملتقيات لانني عندي الالعاب الفرنكوفونيه غتكون هي استعداد تاني باش انني ان شاء الله نكون في شامبيون دي موند على ام تم الاستعداد. دونك رغم هاد لابليسور قلتي رجعتي في لابليسور، واش انتي راضيه على النتيجه ديال اليوم رغم ان يعني انتي ماشي في اتم الاستعداد لانك يعني من اول سباق ديالك هاد السنه؟ بطبيعه الحال انني ما راضيش على الكل، انا الكل كيعرف ان سيام الهلال اللي كتجري في 4 دقائق ثانيه ولا 4 دقائق بجوج ثواني، بطبيعه الحال انا اليوم جريت في 4 دقائق 6 ما كانش بالنسبه لي انا ما راضيش لهاد النتيجه، ولكن مع الايام غتكون نتيجه احسن. شكرا. انا اخذت هذا السباق هذا بكل استعدادات ديالي والتدريبات ديالي هذه السنه اللي حققت فيها الحد الادنى في ملتقى اوجين، ودرت الركور ديالي تما كازيروين، وانا جد سعيده لانني خديت القرار في هذا السباق، قلت نحاول نتبع الارنب السباق ونشوف المستوى ديالي في نواصل اكثر بالنسبه لي حتى نشارك في شامبيون دي موند. يعني اليوم يعني الرتبه الثانيه من بعد هذا الملتقى هذا كل الالعاب الفرنكوفونيه، يعني كيفاش رباب كتشوف البطولات العالم المقبله ان شاء الله؟ ان شاء الله من هذا الملتقى هذا جربت المستوى ديالي فين واصله وفين عندي الاخطاء وفين هذه، حاولت لان الملتقى تقدر دير فيه اخطاء ولكن بالنسبه للبطوله ما تقدرش دير خطا، خاصك تكون واجد بكل المجهودات ديالك بدنيه وعقليه وكل شيء. يعني اليوم واش درتي شي خطا ولا ما كانش شي خطا اليوم؟ اليوم ما كاينش خطا لانني تبعت ارنب السباق وكانوا العداءات في مستوى متقارب، وحاولت انني انا ما نخافش منهم وهذه تقدمت الامام باش نشوف المستوى ديالي فين واصل، وخا يربحوني ما عنديش مشكل انني بغيت نشوف المستوى ديالي فين واصل. ما بين رباب ديال ريو جانيرو ورباب ديال ليما واش تحسن الاداء ديال رباب؟ بالنسبه للسنه ديال ريو دي جانيرو كان عندي بزاف ديال الاصابات، ما كنتش تدربت مزيان، وفي الاقصائيات ديال ريو كنت عندي بليسور في رجلي فراكتير فاتيك، وحاولت انني نصبر باش نتاهل غير الفينال يكون الاسم ديالي دائما موجود، واليوم ان شاء الله في شامبيون دي موند غايبا مستوى احسن ونكون نتيجه ايجابيه احسن. بالنسبه للرقم الشخصي ديالي كان بامكاني انني نفوز على رقم افضل، لكن ما تبعتش التكتيك ديال المدرب فقمت باخطاء كثيره داخل السباق اللي خلاني ناخذ المرتبه الرابعه، لانه هو عارف المستوى ديالي في التدريب وكان بامكاني اني نفوز بالسباق، لكن الحمد لله رغم ذلك ما خرجتش كيف كيقولوا حتى شي حاجه، خرجت برقم قياسي جديد، فكنتمنى الافضل السنه الجايه ان شاء الله، وبقيت تابعني محطة البطولة العالمية في لندن، فكنتمنى أني نحصل على رقم جديد ونكون في نهائي 3000 متر موانع ونحصل على مرتبة جيدة إن شاء الله. فدوى شكون هي الأخطاء اللي درتي؟ قلتي درتي أخطاء؟ الأخطاء اللي درت هي كان ما
خديتش مكان واحد، فكنت كندخل الكلوار الاول ونخرج الكلوار الثاني، وكان حادث داخل السباق لدرجه اني كنت غادي نطيح، فالحمد لله ربي حفظ. فهادشي كله يعني العدم الاستماع الى نصائح المدرب. من هنا لندر فدوى اش من السباقات اللي غادي تلعبي؟ السباق اللي باقي هي الالعاب الفرنكوفونيه اللي كان متلو فيها المغرب، فايضا هي مهمه جدا للبلد ديالنا، والنتيجه ديالها هي ايضا مهمه لنا، فكنتمنى ان نحصل عليها على نتائج جيده وكل المغرب في المرتبه الاولى.